بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. كمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهيكون في ثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. اهلا بيكي، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان احنا لسه مستمرين في التاثر بالمرتفع الجوي اللي عندنا، يعني شويه لحد كبير في استقرار في حاله الجو، لكن عايزين نعرف موضوع الشبوره، سرعه الرياح عامله ازاي، حركه الملاحه في البحر الابيض او البحر الاحمر، اخبارها ايه النهارده؟ احنا بالفعل لسه مستمرين في الاستقرار في الاحوال الجويه والتحسن الكامل في الاحوال الجويه على اغلب محافظات الجمهوريه، وده بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض، بالاضافه كمان كتل هوائيه معظمها قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فده اللي بيؤدي لاحساسنا بارتفاع درجات الحراره خلال فترات النهار. المرتفع الجوي بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار ايضا، ويمكن المرتفع الجوي هو السبب في تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، طبعا مع هدوء سرعات الرياح وتوافر عوامل الرطوبة. العوامل دي كلها بتساعد على التكثف الكبير للشبورة المائية وظهور الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، أيضا بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى. فمهم جدا ناخد بالنا من كثافة الشبورة المائية لأنها بتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق. مع التكون الشبورة المائية الكثيفة بيكون في ساعات الليل المتأخر، يعني نقدر نقول تقريبا 3-4 الفجر، وبتستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس. يمكن إلى الآن في شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق، فمع سطوع أشعة الشمس تدريجيا هتبدأ تتلاشى. مع الساعة 9-10 الصبح إن شاء الله رؤية تتحسن على أغلب الطرق اللي عليها شبورة مائية كثيفة. بالإضافة كمان طبعا احنا بنقول في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-4 درجات. العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، يعني الأجواء فترة النهار خصوصا فترة الظهيرة أجواء معتدلة تماما على أغلب المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للدفء وده فيها تماما على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار. لكن مع غياب أشعة الشمس يمكن بيبدأ من ساعات المغرب بتبدأ درجات الحرارة تنخفض، بتنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى. فترة الليل على القاهرة الكبرى بتكون ما بين 10-11 درجة مئوية، بعض المناطق من المدن الجديدة شمال الصعيد وسط سيناء درجات الحرارة فيها بتنخفض لأقل من 10 درجات، بتوصل لخمس وست درجات، فأجواء من باردة إلى شديدة البرودة خلال فترات الليل، فرق كبير بين فترة النهار وفترة الليل. بالإضافة كمان بعض المناطق من وسط سيناء درجات الحرارة فيها بتنخفض لأقل من 5 درجات، فالصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء، فمهم جدا ناخد بالنا من فترات الليل، مش عاوزين ننخدع بفترة النهار ونغير نوعية ملابسنا. احنا في أجواء شتوية فترات الليل وأجواء شتوية بشكل كبير فترة الليل، فاحنا بنرتدي ملابس شتوية خلال فترة النهار، وفترات الليل تكون ملابس شتوية ثقيلة خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. مهم كمان ناخد بالنا من الشبورة المائية لأنها بتسبب انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، فهتبقى القياده بهدوء تام على اغلب الطرق، نتبع كافه تعليمات المرور، نشغل كمان كشافات الشبوره الموجوده في السيارات في فترات الصباح الباكر واحنا مسافرين على الطرق. الاجواء دي ان شاء الله متوقع تستمر معانا على الاقل لمنتصف الاسبوع القادم، فاحنا مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه، ودرجات الحراره اللي تتراوح ما بين 21-22 درجه مئويه على القاهره الكبرى.
مشكورك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا دلوقتي نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، واللي هنبدأها بالقاهرة الكبرى العظمى فيها 22 والصغرى 11، العاصمة الإدارية 20-10، اسكندرية 21-10، العالمين الجديدة 20-10، مطروح 19-11، دمياط 21-11، بورسعيد 21-14، الإسماعيلية 22-11، السويس العظمى فيها 21 والصغرى 10، العريش 19-9، كاترين 14-0، طابة 22-10، حلايب 23-15، شلاتين 26-14، شرم الشيخ العظمى فيها 23 والصغرى 14، الغردقة 24-12، الفيوم العظمى فيها 21 والصغرى 9، بني سويف 22-9، الوادي الجديد 25-5، أسيوط 22-6، سوهاج 23-6، قنا 25-7، الأقصر 25-7، وأخيرا أسوان العظمى فيها 26 والصغرى 9. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان حالة الطقس النهاردة اللي فيها مرتفع جوي مكمل معانا لنص الأسبوع تقريبا. ما ننخدعش بأن النهار درجة الحرارة بتكون فيه لطيفة وأعلى من معدلاتها الطبيعية. نفضل لابسين لبس تقيل وناخد بالنا أن في شبورة ممكن تبقى كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية والساحلية المختلفة، وسرعة الرياح يعني مش هتضايقنا لو احنا ماشيين بالعربية، لكن نلتزم بالتعليمات المرورية علشان الرؤية الأفقية هتتأثر كتير بالشبورة. نرجع مرة تانية لشاذلي وبسانت نكمل معاهم باقي فقرتنا. شكرا لك يا لميا.